قرعت أجراس الانتخابات وفتحت صناديق الشويفات، أما مطمر الكوستا برافا فقد شكل لائحة بحد ذاتها. كثرت التجاذبات عن لوائح وتفاهمات ليستقر الحال على لائحتين، الأولى مدعومة من المير طلال إرسلان وقوامها العائلات، أما الثانية فهي من المجتمع المدني ويدعمها الحزبان الاشتراكي والشيوعي. القوميون وبعكس معظم الأحاديث التزموا الحياد الحزبي مع دعم غير علني للائحة المير. الهاجس الأكبر للطرفين كان الابتعاد عن المحاصصة والأسماء الحزبية مع حرص شديد على المقاعد المسيحية. مين ما وصل من أي لائحة اللي كان، الصغير ابننا والكبير خاينة. أنا رفضت خيار الأحزاب بموضوع المجلس البلدي ولجأت بالآخر إلى قرار عائلة شفيفت. إذا بدنا نفتح مجال كتير لمسألة التشطيب ولمسألة الأخذ والعطاء، الحلقة الضعيفة بالعدد عم بحكي مش بالهذا، ممكن إنه تدفع هي الثمن وبالتالي يصبح مجلس بلدي بصراحة خلينا نحكيها كله ندروز، وهي مسألة نحن لا منريدها ولا منوافق عليها. نخل البلدية من حالة المحاصصة والتكبيل اللي صار نتيجة التدخل السياسي المباشر بعمل البلدي إعادتها إلى مرفق عام بيخدم كل المواطنين. مطمر أولوية أولوية، يعني بيقولها اهتماماتنا إن شاء الله. جربنا بكثير مراحل التمثيل السياسي والحزبي اللي راحت بكثير محلات لكبشات بالبلديات مما أدى إلى تراجع النظرة الإنمائية للي مطلوب البلديات. لم تخلو الأجواء من بعض التوتر، فالأعصاب المشدودة ليست سوى ترجمة لتقارب الأرقام، إذ أن نتائج الانتخابات البلدية في عام 2010 أشارت إلى حصول لائحة المجتمع المدني على 40% من الأصوات من دون دعم الاشتراكي كما في هذه الدورة. شابين تليسنوا مع بعضهم وكانوا المحبين دغري رضونا عن بعضهم وانتهت قصة عند هون. يعني توقفت عملية الاقتراع؟ لا، 5 دقايق بس كانوا فلوا الشخصين وصار يمكن إشكال وصار شوية تدافع، فنحن يعني على توقفت عملية الانتخاب فترة بس لأنه نحن أمنا سكرنا الأبواب حتى ما يصير شيء جوات الأقلام الاقتراع، ورجع مشيت الأمور بشكل طبيعي، يعني ما عاد صار شيء. يبقى لصناديق الاقتراع أن تعلن ديكا من سيصيح على الكوستا برافا.